بعد أكثر من 10 سنوات من التكتم واتباع أسلوب الضبابية، تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عن قصف ما قالت إنه مفاعل نووي سوري في دير الزور كان في مراحل متقدمة من الإنشاء. عصف هادئ هو الاسم الذي أعطته إسرائيل للغارة الجوية التي استهدفت الموقع في أيلول عام 2007، وقد اتخذ القرار بالهجوم رغم وجود تقديرات باحتمال تدهور الأوضاع إلى حرب شاملة. الرسالة من قصف المفاعل في عام 2007 كانت أن إسرائيل لن تتهاون مع بناء قدرات تشكل تهديدا لوجودها. هذه رسالة عام 81 وعام 2007، وهي نفسها الرسالة المستقبلية لأعدائنا. بالنظر إلى الوضع في الشرق الأوسط نعي تماما الآن كم كان القرار مهما. تخيلوا لو كان المفاعل النووي موجودا في سوريا اليوم، لأي وضع كنا سنصل؟ قرار تدمير المفاعل كان الأهم في 70 سنة الأخيرة. لكن توقيت النشر لا يهدف إلى التباهي بقصف المفاعل النووي العراقي عام 81 وإحباط المشروع النووي السوري عام 2007 وهو في المهد، بقدر ما يحمل رسالة بأن لإسرائيل اليد الطول القادرة على استهداف المنشآت النووية الإيرانية اليوم، لا سيما في سياق الحديث المتزايد عن احتمال تنصل الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع طهران بتشجيع وحث من تل أبيب. هذا إلى جانب أن إسرائيل معنية بإظهار نفسها كلاعب أساسي في مواجهة ما تسميه الهيمنة الإيرانية والتمدد الشيعي في المنطقة، وخلق عدو مشترك لها ولدول تسعى للتقرب منها كالسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. إسرائيل تحاول الآن الإشارة إلى بعض الأنظمة العربية وتحديدا أيضا إلى إيران كدولة تصورها على أنها هي الخطر الرئيسي في المنطقة ضد هذه الأنظمة، بأنها قادرة على حماية هذه الأنظمة من الخطر النووي الإيراني. فضلا عن ذلك فإن إسرائيل تحاول كما يبدو إعادة الاعتبار لسلاح جوها وترميم قوة ردعه التي خدشت بعد إسقاط المقاتلة الإسرائيلية بمضادات أرضية سورية الشهر الماضي. لياس كرام، الجزيرة، تل أبيب.